نحن الآن في منطقة المهاشمة التي سيطر عليها الجيش الوطني بالأمس، وهي لليوم الثاني على التوالي تتنفس هواء الحرية. هذه المنطقة كما هي أمامكم أصبحت مؤمنة بالكامل بفضل قوات الجيش الوطني التي دحرت الميليشيات الحوثية إلى خلف هذه الجبال. هذه أيضا عربة من العربات التي استعادتها قوات الجيش الوطني من قبضة الميليشيات الحوثية. نلتقي هنا بأحد الشباب الميدانيين الذين كانوا في هذه المعركة ليحدثنا أكثر حول الغنائم التي اغتنمتها قوات الجيش الوطني واستعادتها من قبضة الحوثيين. هذه عربة BMP استعدناها، وكانت مع الميليشيات استعدناها، وهناك الكثير والكثير، هناك صواريخ وهناك مدافع والكثير من الكثير استعدناها من الميليشيات. هذه العربة يعني كانوا يوجهوها إلى المواطنين وإلى الجيش الوطني، والحمد لله الآن يعني أصبحنا نوجهها إلى نحورهم بعد ما هبت من مخازن الدولة. هذه الأسلحة غالبا ما يستخدمها المقاتلين في نوعين لها من القذائف، خصوصا البازوكا عندها قذائف دروع وقذائف أفراد، والمعدلات هذه جميعكم يعرفها، والأوالي، وكل هذا تركه العدو وراء ظهره، وجثثهم التي لم يستطيعوا أخذها بل شردوا وتركوها وجرحاهم. إذن كما سمعتم مشاهدين، هذه هي منطقة المهاشمة، وهذه الأسلحة التي استعادتها قوات الجيش الوطني من قبضة الميليشيات الحوثية. أبناء الجيش الوطني وقوات الجيش الوطني عازمون على تحرير هذه المناطق المتبقية المتمثلة في منطقة وادي خب، وهو المركز الرئيس لمديرية خب والشعف، ومن هنا في هذه الجهة سوق الثلوث ومنطقة العقبة الاستراتيجية التي تفصل مديرية الحزم عن مديرية خب والشعف. سنكون برفقة الجيش الوطني حتى تطهير هذه المناطق. من هنا من منطقة المهاشمة، صالح مبخوت لقناة سهيل، محافظة الجوف.